تستهدف مصر زيادة معدلات استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 52% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، ارتفاعا من نحو 50% حاليا. وبذلك يبلغ معدل الاستثمارات الحكومية العامة 48% من إجمالي الاستثمارات. ويأتي إعلان وزارة التخطيط عن مستهدفات العام المالي القادم 2018-2019 ليؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص. للتعرف على المزيد بشأن فرص نمو استثمارات القطاع الخاص ومساهمة القطاع الصناعي ربما في هذا النمو بشكل أخص، بينضم إلينا على الهواء مباشرة من القاهرة طبعا الأستاذ نور الدين شريف، محلل القطاع الصناعي ببنك الاستثمار بلتون. أهلا بك أستاذ نور الدين. يعني حينما بيستهل الخبر بأن الدولة بتستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات 2% زيادة يعني عن المعدل السابق من 50 ل 52%، كيف بيكون هذا الاستهداف؟ ما هي آلياتها؟ والله احنا شايفين ان فعلا الاستثمارات اللي هتيجي من القطاع الخاص هتبقى قوية في 2018. ده أسباب يعني واضحة جدا، ان معدل التضخم بدأ ينزل من يعني وصل ل 17% في يناير 2018. ده لو قارناه ب 33% في يوليو 2017 فمعدل التضخم هينزل، معدل اسعار الفايده كمان هتنزل. حصل ان هو في الشهر ده نزلوا الفايده 1% البنك المركزي، واحنا متوقعين لسه كمان 3% في سنه 17-18، ولسه متوقعين ينزلوا اسعار الفايده اكتر من كده تزامنا طبعا مع الهبوط في معدلات التضخم. برضو كان في عامل أساسي لنمو الإنفاق من القطاع الخاص في 2018، إن التذبذب في سعر العملة خاصة الدولار طبعا بدأ إن هو يبقى ما فيش تذبذب خالص، فإحنا يعني بنترقب إن هو يحصل زيادة 22% في الاستثمارات من القطاع الخاص لحد ما توصل 23 مليار دولار. ده لو قارناه ب 2017 19 مليار دولار. بس لا، لازم نقول برضو ان حصل في 2017 ان حصل هبوط قوي في استثمارات القطاع الخاص. ده كان في زي ما قلت معدلات تضخم عاليه، معدلات اسعار فايده عاليه، في تذبذب زي ما قلت في اسعار الاف اكس ريتس يعني. بس ده كان في نفس الوقت في مقابل ان في انفاق حكومي عالي جدا، ده علشان يمهد الطريق للبنية التحتية ويمهد الطريق للقطاع الخاص ان هو يلاقي انفراستراكشر يقدر يشتغل عليها، وده طبعا تزامنا مع الاصلاح الاقتصادي. فعلشان كده احنا شايفين في نمو في القطاع الخاص 2018 ان شاء الله. نعم، يعني الرقم قابل للتحقق وبيدل على جاذبيه السوق المصري، افهم ذلك من اجابه حضرتك استاذ نور. وبالتالي ما هي ايضا القطاعات الاكثر جاذبيه لاستثمارات هذا القطاع الخاص تحديدا؟ الأكثر جاذبية طبعا هيفضل هو المصدرين، القطاعات المصدرة، وكمان القطاعات اللي هي بتسعر منتجاتها على الدولار، ودول هيستفيدوا بشكل كبير جدا علشان معظم التكاليف بتاعتهم بتبقى يعني عندهم العمالة بالجنيه المصري دي بتبقى رخيصة طبعا بعد التعويم. طبعا في ان مش بس العماله، ان انت اسعار الطاقه حتى لما بتزيد بس لسه بالدولار قليله جدا، فدي اللي هتبقى فيها هوامش ربح كويسه جدا وهي هتفضل على طول جاذبه للاستثمار. طيب نحن نريد ايضا تقييم هذا الرقم، انه 52% خاص مقابل 48% عام. يعني لا اعلم عالميا هذا الرقم او هذه النسبه بتعتبر يعني هي ما ستاندرد العادي ام انه اكثر ام اقل، لازال امامنا طريق. هو طبعا هي بتفرق من في انهي الدوله في انهي مرحله، يعني احنا لسه كاميرجنج كونتري او يعني اسواق ناشئه، فاحنا طبيعي ان يبقى الاستثمار الانفاق قصدي الراس مالي اللي جاي من الحكومه طبعا مطلوب ان هو يبقى عالي علشان لحد لما يبقى عندنا اسواق حره تقدر ان هي تنافس ويبقى فيها قطاع خاص قوي يمثل اكتر من كده. بس لا، لسه في يعني روم او لسه في غرفه ان احنا يحصل جروث احسن او نمو اكتر في القطاع الخاص. طيب هنا القطاع الصناعي، وانت حضرتك طبعا يعني متخصص محلل القطاع الصناعي، ما مدى جاهزيه هذا القطاع الصناعي للدخول باستثمارات اكثر في السوق المصريه؟ بس الصوت قطع استاذ نور، حضرتك سامعني؟
أنا أسمعك جيدا، لأعلم إن كنت يعني لازلت أتواصل معك أم لا. طيب يبدو أنه حصل تمام، يعني انتهى هذا اللقاء على أي حال. أستاذ نور الدين شريف محلل القطاع الصناعي ببنك الاستثمار بيلتون، شكرا جزيلا لك.